نتعب كثيرا ونفكر كثيرا ولا نعرف لماذا نبكي، نتألم، نحزن، تصيبنا أوجاع كثيرة، خذلان وإحباط وهموم ومشاكل بسبب أو بدون سبب، مش عارفين مين معانا ومين ضدنا، ما بنعرف مين بحبنا ومين بكرهنا. جربنا نغيب ساعات وأيام وأشهر، سألنا نفسنا مين اللي عم بيسأل عنا بغيابنا. للأسف اكتشفنا إنه ما حدا سأل، ما حدا اتصل، ما حدا استفسر. عشان هيك حب نفسك، ابني حالك، فكر بمستقبلك، فكر بنجاحك، فكر بتميزك، ما تفكر بمحبة الناس لإلك. صحيح إنه إحنا نكون راضيين إذا كانت الناس راضية عنا، ولكن رضا الله بالأول والأساس وأهم من كل شيء. ما حد راح يسأل عنك، شخص واحد بيسأل عنك، بيهتم فيك وبحبك ويخاف عليك. هذا الشخص إذا أنت نظرت في المرآة ستجده إنه أنت، أنت وبس، واللي بيأكل همك وبتعب لتعبك وبيحزن لحزنك. عشان هيك ابعد، ما تقرب كثير، خليك على الشط وما تغوص، ما توجع راسك. كلها أقنعة وكلها أثواب من الكذب والخداع والدجل. صحيح إنه في ناس كويسين وطيبين، ولكنهم قلائل. عشان هيك ما تنتظر شيء من أحد، ولا تهتم لأحد، ولا تفكر بأحد. اللي بده إياك بيجيك من أبعد الأماكن، اللي بحبك بيسأل عنك من أبعد المسافات. ما تحكي لي مشغول، كلنا مشغولين. ما تحكي لي ظروفي صعبة، كلنا ظروفنا صعبة. ما تحكي لي والله كان عندي فرح، كان عندي عزاء، كنت مريض، كنت تعبان، كنت نعسان، كنت مهموم، كنت مغموم، كان عندي وعندي وعندي وعندي. اللي بحبك بجيك بطير، بركب أجنحة وبطير لإلك بوصل لك. يا جماعة الإنسان موقف، موقف. في ناس من عشرهم سنوات طوال، تعصرهم ما بتطلع منهم شيء، بتخسرهم، بتفقدهم بموقف بسيط، بيسقطوا أمامك من موقف بسيط جدا، على فلوس قلائل، على مواقف بسيطة جدا. مش شدة كبيرة تصيبك، بل على العكس، محنة صغيرة جدا جدا بهربوا منك، بتخلوا عنك وبفلتوا إيدهم. عشان هيك حب نفسك، كون أناني، كون أناني بالمعنى أن تكون محبا لذاتك، تهتم بشأن حالك. اللي بدي إياك برجع لك، مستعد أنا أمشي مقلوب الرأس، رجلي فوق وراسي تحت، ما بتفرق معاي طالما أنا مقتنع. ممكن أجلس على الرصيف، ممكن ألبس ملابس رثة. اللي بدي يسألني ليش لابس هيك، بدي أحكي له أنا مش لابسهم لإلك. اللي بيسألني ليش مشتي بالصيف، بحكي له هذا جسمي مش جسمك. واللي بدي يسألني وين الغيبة، بس يشوفني بيسألني وين الغيبة، بحكي له أنا بغيب بدون أي سبب، ما عندي أي سبب للغياب. وعدم وجود سبب للغياب هو سبب بحد ذاته. مزاجي، حريتي. العصفور جرب تحط شوية قمح بإيدك وبطعميه،
لا يمكن يجي لعندك أبدا. تعرفوا ليش؟ لأنه حريته أثمن من عبوديتك.